بالنسبة حق مدينة شرق الحد، جار العمل على تنفيذ 398 وحدة سكنية، وذلك طبعا بعد حل الموضوع الخاص بإعادة تعيين المقاول جديد لتنفيذ المشروع. بإذن الله بيتم البدء في العمل في الربع الثالث من عام 2023، وجاري العمل على تنفيذ 507 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام 2024. بالنسبة حق مدينة شرق سترة، الحمد لله العمل جاري على قدم وساق، وبلغت نسبة الإنجاز المرحلة الأولى 80% لتسليم 1077 وحدة سكنية، ويتم العمل كذلك على إمداد البنية التحتية للقسائم الإسكانية وعددها 563 قسيمة، وكذلك لدينا تقريبا 531 وحدة سكنية بيتم تنفيذها وهي حاليا في إجراءات المناقصة. بالنسبة حق مدينة خليفة، بيتم البدء بأعمال تنفيذ 372 وحدة سكنية في المدينة، وطبعا حاليا تم البدء في أعمال البنية التحتية فيها. وطبعا لا يخفى عليكم، احنا طبعا عندنا مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي اللي بإذن الله بيكون موجه للمستفيدين من التمويلات الإسكانية. طبعا هذا البرنامج يقدم وحدات سكنية مدعومة بأسعار تناسب التمويلات الإسكانية الموجودة، فبإذن الله بنطلق بيتم إن شاء الله البدء ببيع 132 وحدة سكنية خلال فترة قريبة إن شاء الله اللي تم بناها في منطقة اللوزي، وبيبتدي إن شاء الله تسويقها في القريب العاجل. كما كذلك أن المقرر بإذن الله بناء 280 وحدة سكنية من خلال هذا البرنامج في مدينة خليفة، و131 وحدة سكنية في مدينة سلمان. فبإذن الله هذه الوحدات